التهاب الأذن عند الأطفال الرضع، إزاي تعرف إن طفلك عنده التهاب في الأذن الوسطى؟ وإيه الأخطار اللي ممكن يتعرض لها الطفل اللي عنده التهاب في الأذن الوسطى؟ وإيه الأدوية المناسبة للطفل اللي عنده التهاب في الأذن الوسطى؟ وإيه الأسباب وطرق الوقاية من التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال الرضع؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله على قناة عيادة الأطفال. اهلا وسهلا بيكم على قناه عياده الاطفال، معاكم دكتور يوسف فضاء استشاري طب الاطفال، وهنتكلم بالتفصيل عن الموضوعات اللي احنا قلناها دلوقتي في الحلقه. التهاب الاذن الوسطى عند الاطفال من اكثر المشكلات اللي بيعاني منها الاطفال، لدرجه ان اكثر من 80% من الاطفال بيكون حصل لهم التهاب في الاذن الوسطى في الفتره من بعد الولاده لغايه سن 3 سنين. ازاي تعرف ان طفلك عنده التهاب في الاذن الوسطى؟ من علامات التهاب الأذن الوسطى عند الرضع ان تلاقي ان الطفل بيشد في ودانه جامد جدا جدا، والطفل بيعيط بحرقه وبيصوت زي ما بيقولوا، وخصوصا ده بيكون بالليل، وكمان بنلاقي ان الطفل مش بينام كويس بالليل لان التعب اساسا بيزيد بالليل. من العلامات المميزه لالتهاب الأذن الوسطى عند الرضع ان احنا نلاقي ان الحراره بتاعه الطفل مرتفعه جدا، ممكن توصل لدرجه 40 درجه مئويه. وفي بعض الأطفال أما يكون في التهاب شديد في الأذن الوسطى ممكن نلاقي إن حصل ثقب في الطبلة بتاعة الأذن وخروج الإفرازات من الأذن الخارجية بتسيل على الأذن بتاعة الطفل، وده من العلامات الخطر جدا بالنسبة للأطفال، فلازم ناخد بالنا. الأعراض اللي احنا قلناها دلوقتي دي بتتشابه جامد جدا مع الأعراض بتاعة التسنين، اللي بيكون برضو معاها الطفل بيكون بيعيط جامد وبيشد في ودانه، وممكن يكون عنده ارتفاع في درجة الحرارة، ولكن بنقدر نفرقها بكل سهولة. للفترة بتاعت التسنين بيكون السن بتاع التسنين من سن 6 شهور وطالع، والطفل بنلاقي ان الطفل بيزن بس ما بيصوتش، والحرارة ما بيكونش عالية قوي، ما بتوصلش ليه 40 درجة مئوية، بيكون في حدود 38 درجة مئوية. وطبعا الإفرازات أو الصديدي بيبقى نازل من الأذن، بيبقى يكون مع التهاب الأذن الوسطى فقط، ما بيكونش مع التسنين. وبالتالي موضوع التسنين ده لازم نفرقه ما بين العلامات بتاعته وعلامات التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال عشان ما نتلخبطش ما بينهم وندي علاج للأذن الوسطى والطفل بيسنن. إيه هي الأخطار والمضاعفات اللي بيتعرض لها الطفل المصاب بالتهاب الأذن الوسطى؟ من أهم المشاكل اللي بيتعرض لها الطفل وهو حدوث ثقب في طبلة الأذن. الثقب ده بيحصل نتيجة تجمع الإفرازات والصديد داخل تجويف الأذن الوسطى، بيضغط على طبلة الأذن وبالتالي بيؤدي إلى حدوث الثقب اللي بيظهر في صورة صديد نازل من الأذن بتاعة الطفل. الحاجة الثانية وهي تكرار حدوث التهاب الأذن الوسطى عند الطفل، ده بيؤدي إلى ضعف حاسة السمع عند الطفل، وده بيمثل مشكلة كبيرة جدا للطفل. لذلك لازم ناخد بالنا كويس جدا من مشكلة التهاب الأذن الوسطى ونعالجها بمجرد ظهورها. إيه هم الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟ الأطفال الصغيرين ما بين 6 شهور و3 سنين هم أكثر الأطفال عرضة للإصابة بالأذن الوسطى. الأطفال اللي بيستعملوا السكاتة كمان برضه من أكثر الناس العرضة للإصابة بالأذن الوسطى. كمان الأطفال اللي مناعتهم ضعيفة، والأطفال اللي عندهم أي نوع من الحساسية، والأطفال اللي دايما عندهم زكام وبرد ورشح، دول برضه عرضة جامد لحدوث التهاب الأذن الوسطى. الأطفال اللي بيعتمدوا على الرضاعة الصناعي بدل الرضاعة الطبيعي كمان أكتر عرضة للإصابة بالأذن الوسطى، لأن الرضاعة الطبيعية دي بتزود المناعة بتاعة الطفل ويخليه يقاوم الأمراض. الأطفال اللي أبائهم كمان مدخنين من أكتر الأطفال العرضة للإصابة بالأذن الوسطى، والأطفال اللي عندهم لحمية ولوز برضه من أكتر الأطفال لحدوث التهاب الأذن الوسطى. إيه هو علاج التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال الرضع؟ قبل ما نتكلم عن علاج التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال الرضع، هنتكلم عن الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث التهاب الأذن الوسطى عند الرضع. وأهم حاجة وهو الالتهاب البكتيري، يمكن بكتيريا المكورات الرئوية من أكتر الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث التهاب الأذن الوسطى عند الرضع. حاجة تانية كمان وهو الالتهاب الفيروسي، من الحاجات المهمة جدا لحدوث التهاب الأذن الوسطى، ده نتيجة إن هو بيعمل غلق لقناة ستاكيوس، وبالتالي بيؤدي إلى تكون الإفرازات والصديد داخل تجويف الأذن الوسطى، وبالتالي بيؤدي إلى حدوث الالتهاب. حاجة اللي بعد كده وهو وضع الرضاعة الخطأ للطفل، وخصوصا الرضاعة بالببرونة. الرضاعة بالببرونة لو الطفل بيرضع وهو مستلقى على الأرض، ده بيؤدي إلى حدوث التهاب شديد في الأذن الوسطى نتيجة دخول الحليب داخل تجويف الأذن الوسطى، وبالتالي بيؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الحليب ده ويؤدي إلى حدوث الالتهاب.
الأطفال اللي دايما مناعتهم ضعيفة دول بيكونوا برضه عرضة جامد لحدوث التهاب الأذن الوسطى. وبعد ما اتكلمنا عن أسباب التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال والرضع، تعالوا نتكلم عن علاج التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال والرضع. أهم حاجة إن احنا نحاول نخفف الألم على الطفل. الطفل بيكون تعب مؤلم جدا جدا بالنسبة له، وبالتالي بيحتاج للمسكن، والمسكن عندنا نوعين مهمين جدا، هو البارستامول والايبوبروفين أو البروفين. البارستامول بيتكون أو بيكون في صورة الستال نقط وستال شراب. الستال نقط بنديه للأطفال في أول سنة نقطتين لكل كيلو من وزن الطفل كل 6 ساعات، والأطفال اللي بعد كده من فوق سن سنة بندي 2.5 ملي كل 6 ساعات لغاية ما تروحي للطبيب. بالنسبة لجرعة البروفين، الأطفال يفضل إن نديه للأطفال من سن 6 شهور أو من سن من 3 ل6 شهور، بندي 2.5 ملي كل 6 ساعات لغاية ما تروح للطبيب. والأطفال من سن سنة لغاية 3 سنين بندي 5 ملي كل 6 ساعات أو لغاية ما نروح للطبيب. فيه ملاحظة مهمة جدا، إن هو ممنوع نحط أي نقط أو ندخل مية في أذن الطفل اللي عنده، اللي احنا شاكين وعرفنا من العلامات اللي احنا قلناها إن عنده التهاب في الأذن الوسطى. لو حصل ثقب في الطبلة بتاعت الأذن معناها إن الفتحة بتاعت الأذن مفتوحة والأذن معرضة للخطر، وبالتالي لا يجوز إن احنا نحط أي نقط داخل الأذن عشان ما تعملش مشكلة وتكبر المشكلة جامد بالنسبة للطفل. تسيبي الموضوع ده للطبيب. لو شاف ان الطفل محتاج نقط للأذن يبقى خلاص ياخد زي ما الدكتور بتاع الأنف والأذن أو دكتور الأطفال يشوف. الثقب بتاع الطبلة ده بياخد من حوالي 2 أسبوع لـ1 شهر لغاية ما يرجع تاني ويلتئم، والعلاج بياخد من 10 أيام. بياخد علاج مهم جدا عشان نمنع تكرار حدوث التهاب الأذن الوسطى عند الطفل. من الضروري جدا ان احنا نعالج السبب اللي ادى الى حدوث التهاب الاذن الوسطى عند الطفل زي ما احنا قلنا في الاسباب اللي قبل كده. اخر فقره في حلقتنا النهارده، وهي ازاي هنحمي اطفالنا من حدوث التهاب الاذن الوسطى. اول حاجه وهو الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا جدا لرفع مناعه الطفل. الرضاعه الطبيعيه مهمه لانها بتدي اجسام مضاده للطفل، وبالتالي بترفع المناعه وبتقلل حدوث التهاب الاذن الوسطى عند الطفل. الحاجة التانية وهي بلاش نستعمل السكات للأطفال لأنها مسؤولة بدرجة كبيرة جدا عن حدوث التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. الحاجة اللي بعد كده نتجنب بوس الطفل أو تقبيله، لأن التقبيل هيكون وسيلة لنشر العدوى ما بين الأطفال. الحاجة اللي بعد كده بلاش التدخين، بلاش الطفل يتواجد في جو فيه مدخنين، أو لو باباه أو أي حد بيدخن ممنوع يتواجد الطفل في محيط المدخن، لأن ده هيؤدي إلى حدوث التهاب الأذن الوسطى. التلوث برضو من الحاجات المهمة والأسباب المهمة لحدوث التهاب الأذن الوسطى، فيفضل الطفل لا يتواجد في مكان ملوث أو في أدخنة وتراب. الحاجة اللي بعد كده وهي الحرص على التطعيمات. التطعيمات واللقاحات مهمة جدا جدا، التطعيم المكورات الرئوية، لأن زي ما احنا قلنا في الأسباب إن المكورات الرئوية هي أحد الأسباب المهمة لحدوث التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. وإن شاء الله على القناة هتلاقوا حلقة مهمة جدا عن تطعيم المكورات الرئوية، إن شاء الله انتظرونا. بالنسبة لي كمان تطعيم الإنفلونزا الموسمي من الحاجات المهمة جدا للوقاية من تكرار حدوث التهاب الأذن الوسطى نتيجة التهاب الجهاز التنفسي العلوي بالنسبة للأطفال. فإن شاء الله هنعمل برضو عنه حلقة مهمة وحلقة منفصلة عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية قريبا على القناة. وبكده أكون وصلت نهاية حلقتنا النهاردة، واتكلمنا فيها عن أهم علامات التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال والأسباب وطرق الوقاية من التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. وفي نهاية حلقة النهاردة بطلب منكم 3 حاجات. أول حاجة نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. الحاجة التانية كل الناس اللي مشتركين في القناة وما فعلوش علامة الجرس، ياريت نفعل علامة الجرس ونشترك في كل الإشعارات في القناة عشان نشوف كل جديد. تالت حاجة ننزل على أول تعليق تحت الفيديو، هتلاقوا فيديو مهم جدا جدا على القناة. أتمنى تكون الحلقة مفيدة. تحياتي ليكم كلكم. كنت معاكم دكتور يوسف فضاء استشاري طب الأطفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.